السادة والسيدات، من جلسة التنمية الحضرية وأنسنة المدن إلى جلسة دور القطاع غير الربحي في استدامة التنمية. يشارك في هذه الجلسة المهندس سلطان الدريس، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي، والأستاذ عبد الله بن راشد الخالدي، عضو مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والدكتور محمد بن علي العتيق، المشرف العام على المجمعات السكنية في مؤسسة الملك عبد الله لوالديه للإسكان التنموي، والمهندس يوسف السحباني، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي. يدير هذه الجلسة الزميل أحمد العلكمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، حياكم الله الحضور الكرام في هذه الجلسة التي سنتحدث فيها عن دور القطاع غير الربحي في استدامة التنمية. هذا القطاع الذي شهد تغير كبير خلال السنوات الماضية، وأيضا مع انطلاق رؤية المملكة 2030 التي انتهت من مراحل عدة وضعت عدد من التشريعات وأيضا من التمكين والحوكمة لهذا القطاع. سنتحدث عن دور هذا القطاع في استدامة التنمية وأيضا دوره في قطاع العقار والإسكان تحديدا مع ضيوفي في هذه الجلسة الحوارية، سعادة المهندس سلطان الجريس، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي، وكذلك الأستاذ يوسف السحيباني، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي، وأيضا الأستاذ عبد الله الخالدي، عضو مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وكذلك الدكتور محمد العتيق، المشرف العام على المجمعات السكنية في مؤسسة الملك عبد الله لوالديه للإسكان التنموي. أهلا بكم جميعا، ولعلي أبدأ معك مهندس سلطان. يعني عندما نتحدث عن دور القطاع غير الربحي في استدامة التنمية، لابد أن يعني نتحدث عن مفهوم ما هو القطاع غير الربحي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا، سعيد اليوم بتواجدي معكم. فعلا يعني تعريف القطاع غير الربحي يمكن لا يفتوى مالك في المدينة، زملائي في المركز الوطني هم من يرعى هذا القطاع وينظمه، لكن أذنوا لي أنا بعطي تعريف بسيط جدا. إحنا دائما يتبادر ذهننا إذا قلنا القطاع غير الربحي هي الجمعيات الخيرية، بينما هو مفهوم أوسع بكثير، وبلغة مبسطة يعني وسريعة هو
القطاع أو المنشأة اللي لا تذهب أرباحها لملاكها، يعني هي تذهب الأرباح حتى إذا ربحت فتذهب الأرباح لأهداف نبيلة، إما تعود على نفس المنشأة في استدامتها أو تذهب لأهداف نبيلة أخرى، لكن لا يكون توزيع أرباح لملاك. هذا باختصار توزيع. اليوم يعني ليس فقط جمعيات، فيه هناك أيضا نظام الشركات، أوجد شركات غير ربحية، نستطيع ننشئ شركات غير ربحية. في منظمات كثيرة بدأت تتحول إلى غير ربحية، يمكن من آخرها ما أعلن عن تحول جامعة الملك سعود إلى منشأة غير ربحية، مستشفى الملك فيصل التخصصي أصبح منشأة غير ربحية، في جامعة أو يعني حتى نماذج دولية كثيرة هي نماذج غير ربحية، هارفارد وغيرها من الجهات هي غير ربحية، أي لا يوجد لها أرباح توزع على ملاك، وإنما هي لها أهداف نبيلة يتم صرف هذه الأرباح في حال توفرت لهذه الجهات. جميل، أنتقل لك أستاذ يوسف فيما يتعلق بدور الوزارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لها دور يعني في دعم هذا القطاع فيما يتعلق بالاستدامة في قطاع السكن، وأيضا دعم بعض الجمعيات. حدثنا عن هذا الدور لو بشكل مختصر قبل أن نبدأ الحديث في التفاصيل الكثيرة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية فرصة أن نرحب بالزملاء مهندس سلطان والدكتور عبد الله والدكتور محمد العتيق، وأشكرهم لمشاركتهم هذه الندوة. وأيضا إجابة على سؤالك، حقيقة إذا نظرنا إلى موضوع القطاع الثالث وقطاع غير الربحي، لم تكن الوزارات ما عدا الوزارات المختصة بإدارة هذا القطاع تهتم في هذا القطاع الثالث، إلا بعد ما بدأت رؤية المملكة 2030 اهتمت بالتوجه، توجهت لدعم هذا القطاع، بل إنه جزء لا يتجزأ من رؤيتها، تستهدف رفع الناتج المحلي للقطاع غير الربحي لأكثر من 5%. وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اهتمت في هذا القطاع اهتمام عالي جدا من قبل الأستاذ معالي الأستاذ ماجد الحقيل وأيضا الزملاء. حرصت الوزارة على بناء هذا القطاع بناء مؤسسي لعدة يعني بناء على 3 محاور مهمة. أولا دراسة القطاع الإسكاني والبلدي، لكن سأتكلم عن الإسكاني بحكم أن المنتدى هذا متخصص في العقار. درست القطاع في المملكة العربية السعودية كاملا في جميع القطاعات ابتداء، ثم في القطاع الإسكاني فيما يخص الإشراف الفني لدى الوزارة. أيضا حرصت بعد الدراسة على احتضان الجمعيات والمؤسسات في القطاع وبناء قدراتها. دفعت الوزارة أكثر من 50 مليون ريال لتمكين هذا القطاع. حرصت على استدامة هذا القطاع من الناحية المالية وأيضا من الناحية الموارد البشرية والموظفين. عندنا نماذج كثيرة حقيقة من هذا القطاع، يعني ما لي أن يتكلم بالنماذج، وجود الدكتور عبد الله الخالدي وأيضا محمد العتيق من أكبر النماذج اللي أعتقد أنهم شركاء. حرصنا أن تكون المنظومة ما بين الوزارة والقطاع الخاص والقطاع الثالث منظومة واحدة متكاملة، لا من ناحية الدعم ولا من ناحية إسناد الخدمات ولا من ناحية تبادل البيانات، وهذا يمكن أهم شيء يهتم فيه القطاع وتهتم فيه الوزارة. هذا بشكل مجمل مختصر، ولعلنا بالمحاور الأخرى نتطرق لبعض الجزئيات المهمة بإذن الله. أنا استأذنكم الحضور الكرام في هذه القاعة اللي واقفين يا شباب، بعد إذنكم لو سمحتوا الواقفين في معرض مصاحب لهذه القاعة، من أراد يعني أنه يجول هناك أو يعني يتجول في هذا المعرض، لأنه هنا نريد أن نستمع لضيوفنا الكرام في هذه الدقائق. أنتقل لك أستاذ عبد الله فيما يتعلق بدور مهم برؤية المملكة العربية 20، رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ركزت على رفع نسبة التملك للمواطنين إلى ما يقارب 70% في نهاية 2030. لهذا القطاع دور مهم في تحقيق هذا المستهدف. دعنا نتحدث من واقع أيضا تجربتكم وأيضا عملكم في عدد من اللجان وعدد من المراكز في هذا الجانب، كيف يمكن لهذا القطاع المساهمة في الوصول إلى هذه النسبة؟ جميل. في البداية يعني أتقدم
أتقدم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير لوزارة الشؤون البلدية والقرى والإسكان والوكالة للقطاع الثالث والتنمية المجتمعية على تنظيم مثل هذا اللقاء، وأيضا وضع جلسة من جلساته عن القطاع غير الربحي. إذا سمحت نأخذ تسلسل تاريخي بسيط على القطاع. اليوم في أي دولة من دول العالم هناك ثلاث قطاعات: القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الغير ربحي أو قطاع غير ربحي، وهناك اختلاف في المسميات. دائما نسمع قطاع غير ربحي، قطاع ثالث، منظمات مجتمع مدني، وهذه كلها تعريفات مرتبطة بمن يعرف القطاع. الاقتصاديين لهم تعريف، الاجتماعيين لهم تعريف، السياسيين لهم تعريف. لكن التعريف المعتمد حسب رؤية المملكة 2030 هو القطاع غير ربحي. ودعم الحكومة لهذا القطاع ومؤسسته بشكل أكثر تنظيماً من صدور رؤية المملكة 2030 في 2016، أيضاً وضع مستهدفات خاصة لهذا القطاع أبرزها مساهمته في الناتج المحلي كما ذكر أخو يوسف، وأيضاً الجانب الآخر هو نمو القطاع من حيث تنوعه، من حيث المجالات ومن حيث المناطق والمحافظات، ليشمل كل المستفيدين من خدماته في كل مناطق المملكة. والجانب الثالث هو تشجيع وتحفيز المتطوعين، ولذلك صدور نظام العام التطوعي هو أحد ممكنات التطوع، من خلال أولاً تحفيز القطاع على استضافة واستقبال كثير من المتطوعين، وأيضاً حفظ حقوق وواجبات المتطوعين والتزاماتهم. أيضاً تأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي هو أحد ممكنات القطاع. في السابق كان هناك فقط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي الجهة الوحيدة لتنظيم قطاع الغير ربحي. اليوم لدينا المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي والمسؤول الإداري والمالي عن القطاع غير ربحي بكل مكوناته. وكما ذكر أخوي الدكتور سلطان، ليس فقط الجمعيات الأهلية للقطاع غير ربحي، هناك جامعات، هناك مستشفيات، هناك مراكز بحثية غير ربحية، وبالتالي كل من ينطبق عليه الهدف أو الغاية من تأسيسه غير ربح فهو يعتبر غير ربحي، وبالتالي المركز الوطني هو المسؤول عن تنظيم وتأطير وإدارة هذا القطاع. الجانب الآخر، هناك 28 وحدة إشرافية تشرف فنياً على القطاع، فكل جهة، مثلاً الجهات القطاع الإسكاني تشرف عليه وزارة الشؤون البلدية والقرى والإسكان كإشراف فني، بينما الإشراف الإداري والتنظيمي هو من اختصاصات أصيلة للمركز الوطني. في القطاع الصحي أيضاً الجمعيات الصحية يشرف عليها فنياً وزارة الصحة، جمعيات تعليمية التعليم، وهكذا. وبالتالي اليوم القطاع أصبح أكثر تنظيماً، وهناك يعني نمو إيجابي. اليوم تجاوز عدد المنظمات غير ربحية أكثر من 3700 جمعية في خلال أقل من، نتكلم عن 8 سنوات من إطلاق الرؤية، بينما خلال 40 سنة من عام 1380 من تأسيس وزارة الشؤون الاجتماعية إلى صدور رؤية المملكة 2030 1000 جمعية فقط. بالتالي يعني اليوم القطاع غير ربحي له دور كبير جدا. أعود لسؤالك أخوي أحمد فيما يتعلق بالإسكان. القطاع الحكومي يساهم في رفع نسبة تملك المواطنين وفقا للمستهدفات المطلوبة منه، القطاع الخاص يساهم في بناء هذه الوحدات وتمليكها من خلال التمويل، لكن هناك فئات في المجتمع لا ينطبق عليها شروط التملك من خلال القطاع الخاص، وأيضا قد يكون ليس من الفئات اللي يشملها القطاع الحكومي فيما يتعلق برفع في التمليك. لذلك يأتي دور القطاع الغير ربحي في أن يكون منصة وشريك ثالث للقطاع الحكومي والقطاع الخاص في تمليك، وأيضا المساهمة في تنمية وتأهيل وتدريب وتعليم وتنمية الساكنين، لأنه دائما التنمية، الإنسان هو صانع التنمية وهو محورها وهو هدفها الرئيسي. بالتالي اليوم هناك كثير من الجمعيات الأهلية بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقرى والإسكان ومع مؤسسة السكن الأهلية كقطاع غير ربحي أيضا استطاعت تمليك مئات الوحدات سنويا ولا ينتهي دورها بالتمليك، وهذا يمكن القطاع الخاص والحكومي ينتهي دوره بالتمليك. يأتي دور القطاع غير ربحي فيما بعد التمليك، مساهمة من خلال تمكين المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في تأثيث وتجهيز هذه الوحدات، في إضافة جوانب تنموية وتدريب وتعليم وصحة، لنساهم جميعا في جودة حياة هؤلاء الساكنين من خلال الشراكة بين القطاع غير ربحي وبين القطاعات الأخرى، القطاع الحكومي والقطاع الخاص. جميل. عندما نتحدث أيضا عن المؤسسات القطاع غير الربحي، نتحدث أيضا مع نموذج حاضر معنا يمثل الدكتور محمد العتيق، مؤسسة الملك عبدالله الوالدين للإسكان التنموي. دكتور محمد، يعني دور المؤسسة لديكم في مفهوم الاستدامة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أقدم شكري لوزارة البلدية والقروية والإسكان وعلى اهتمامهم بهذا الجانب، وأرحب بالحضور كذلك. مؤسسة الملك عبد الله في بدايتها بدأت إعداد دراسات لتحديد مواطن الأشد فقر على مستوى المملكة، فأصدرت 13 دراسة تحدد الأشد حاجة، ثم بدأت في مراحل، في مرحلة عاجلة ثم تلاها مراحل للبناء حتى وصل عدد الوحدات السكنية والمجمعات، الوحدات السكنية وصلها أكثر من 4000 وحدة سكنية وأكثر من 25 مجمع على مستوى المملكة، بالإضافة إلى مساهمتها في بناء 6000 وحدة سكنية للنازحين خلال الفترة الماضية. ركزت المؤسسة منذ إنشائها من عام 1420 أنها تعمل على الاستدامة في إنشاء المجمعات، وليس فقط أنها تنشئ المجمع فقط، بل ركزت على الفئات المستفيدة من خلال التأهيل، تقديم لهم برامج، تطوير المشرفين، المشاركة مع القطاعات الأخرى في هذا المجال. فالمؤسسة تعمل دائما لاستدامة أعمالها من خلال متابعة الساكنين، وكثير من الساكنين والحمد لله في الفترات الماضية قدموا لنا التنازل عن الوحدات وتم الاستعانة منهم في قائمة الانتظار. جميل، أعود إليك مهندس سلطان. يعني ذكرت في البداية تعريف القطاع غير الربحي، من هم هذا القطاع؟ لكن لو تحدثنا عن يعني وفق تعريفك لهذا القطاع عن دوره في دعم توجهات الاستدامة في الإسكان كما رأينا في نموذج مؤسسة الملك عبد الله. طيب، طبعا دائما مفروض عنصر الاستدامة في أي عمل يكون قبل أبي بداية التنفيذ في مرحلة التخطيط، كيف نضمن أن هذا العمل سيكون مستدام. اليوم في نماذج كثيرة حقيقة للاستدامة فيما يتعلق في الإسكان ونماذج الإسكان، واحد النماذج اللي طلعت عليها وبدأنا احنا حتى في وزارة الموارد البشرية بالعمل فيها لا تتعلق بالإسكان لكن حتى تتعلق في بناء المستشفيات، اليوم في بناء الخدمات الغير ربحية اللي تقدم للمواطنين، هو يسمونها نون بانكينج هاوسينج، اللي مثلا قطاع غير ربحي لا يهدف للربح ينشئ وحدات سكنية يقوم بتأجيرها لفئات المستحقة ليس بدون مقابل، بمقابل لكنها تختلف عن أسعار السوق. النموذج هذا مهم جدا حتى للحكومة اليوم حتى تسيطر على أسعار الإيجارات والقيمة الإيجارية في المناطق. في مدن كثيرة، فيينا مثلاً 60% من السكان يسكنون في مثل هذه البيوت، يسكنون في بيوت هي ترجع لمنظمات غير ربحية. في هونغ كونغ مثلاً في 46% من السكان يسكنون في مثل هذه المساكن. في كندا أيضاً اليوم عندنا مثلاً في فانكوفر مدينة كانت أسعار الإيجارات مرتفعة جداً، سيطرت الحكومة على أسعار الإيجارات بهذا النموذج. إذن كيف هذا النموذج استطاع أنه يخلق الاستدامة واستطاع أنه يصل لهذه الأسعار؟ بعدة أساليب يعني استخدمها هذا النموذج. الأسلوب الأول هو تخفيض التكاليف الرأسمالية. كيف نستطيع يعني تخفيض هذه التكاليف؟ بحيث أننا إما دعم حكومي يكون هناك أو بنماذج مختلفة مثل عامل الوقت. اليوم المبنى أو العقار التجاري أو الشقة اللي يؤجرها قطاع خاص أو المالك تختلف في العائد مثلا خلال 10 سنوات أو 11 سنة 12 سنة، بينما في القطاع غير ربحي ممكن يجلس 20 سنة ممكن يجلس 25 سنة. في نفس الوقت لا يتم رفع الأسعار، فلو اليوم أنا والقطاع الخاص أجرنا في نفس السعر مثلا 40,000 وبعد 10 سنوات القطاع الخاص قاعد يرفع الإيجار، أنا ما أرفع الإيجار لأن أنا عندي خطة أن كل عائد لهذا العقار هو يرجع في عملية التشغيل والتطوير لهذا العقار وحمايته.
فهذا اللي أنا أقصد إنه نموذج الاستدامة في القطاع السكني في نماذج كثيرة، والزملاء أنا متأكد يعني الجميع عنده أكثر من نموذج لاستدامة القطاع السكني، لكن ما نحتاجه هنا هو الابتكار الحقيقة. لازم نقيم ما هي المشاكل اليوم عندنا. عندنا ارتفاع في أسعار الإيجار، عندنا في بعض الأماكن فيه يعني عدم وفرة في المعروض، فكيف نسيطر على هذه المشاكل ويكون القطاع الربح غير ربحي فعال فيها؟ يحتاج يصمم النموذج الخاص فيه ثم يدخل ويعني يدعم حل هذه المشاكل بشكل كبير، وأعتقد هذا هو الوقت المناسب يعني لدخوله. فيه يمكن رقمين، واحد منهم ممتاز والثاني غير جيد، وجيد أن نذكرها. هذه وردت يعني في مسح الحماية الاجتماعية، يتم تقريبا كل 3 إلى 4 سنوات. آخر مسح تم في 2019 وكان بالتعاون مع البنك الدولي ومع الجهات. نسبة اللي يتملكون اليوم سكن من الفئات ذوي الدخل المحدود أو القليل وصلت إلى 65%، فهذه نسبة ممتازة ونسبة جيدة وهذا خبر جيد. لكن الخبر اللي غير جيد أنه الناس اللي مستأجرين نسبة اللي ينفقونه اليوم على السكن من دخلهم شكل 73%، يعني ينفق 73% من دخله عشان يحصل على مسكن، فهذا تحدي كبير. فكيف لنا اليوم يكون القطاع الغير ربحي يتدخل لحل هذه المشاكل؟ الزملاء في الإسكان التنموي وفي يعني القطاع الغير ربحي يعملون مشكورين على نماذج كثيرة، لكن يحتاج أننا نبتكر في هذه النماذج. وأعتقد يعني المجال يعني مفتوح والتجارب الدولية كثيرة وأيضا التجارب المحلية. قبل أسبوعين يمكن كان في توقيع مع أحد رجال الأعمال لإنشاء 4 مستشفيات في المملكة، يقول يمكن ما كلفني إنشاء المستشفى هذا يعني قد أصل إلى صفر كتكلفة رأسمالية بعدة طرق وبعدة يعني تعاون مع جهات أخرى استطاع تخفيض التكاليف الرأسمالية. لن يقدم الخدمة مجاني بل سيقدمها مدعومة بيعني رسوم بسيطة لكي يضمن استدامة هذا المستشفى ويقدم خدماته بالجودة المطلوبة. هذا يمكن محور استدامة القطاع غير الربحي في القيام بدوري، وهي نقطة أيضا مهمة فيما يتعلق بدور هذا القطاع الغير ربحي. بنتقل إليك أستاذ يوسف فيما يتعلق بدور الوزارة في دعم هذا القطاع. تحدثت عن عدد من المنجزات فيما يتعلق بقطاع الإسكان، لو نتحدث أيضا عن دور الوزارة في دعم هذه الجمعيات أو إنشاء أيضا مؤسسات القطاع غير الربحي واستدامتها. حقيقة هذا الدور يعني اسمح لي أستاذ أحمد أني أبوح بسر الحديث اللي كان قبل هذا اللقاء معك، أنه كان أكبر تحدي عندي أنه كيف نتكلم عن دور الوزارة بدعم هذا القطاع بأقل من 10 دقائق. يعني كنت أنا أحتاج ساعات لأن أتكلم بهذا الموضوع حقيقة، ابتداء من دعم يعني هذا القطاع، ابتداء من دعم يعني سواء الجمعيات أو المنصات أو دعم الوزارة من ناحية بناء قدرات هذا القطاع. حقيقة كيف استطاعت الوزارة أن تحول كثير من القطاع الثالث والجمعيات والمؤسسات لمطورين عقاريين؟ أعتقد هذا تحدي أو منجز لم يسبق له بالتاريخ يعني أي وزارة، ولذا كانت أول وزارة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع احترامي للزميل المهندس سلطان أخذت درجة 100% بالوحدة الإشرافية على هذا القطاع. حقيقة الجميع يفتخر في هذا المنجز. حولنا مجموعة من القطاعات إلى جمعيات تخصصية، يعني يوجد جمعية متخصصة في الترميم، جمعية متخصصة في إدارة الأملاك، جمعية متخصصة في البناء، يعني يوجد عندي أنا كذا جمعية أنا أسند لها بناء الوحدات كأي مطور عقاري، أخصص لها أراضي لبناء على الوحدات. يعني يعني جعلنا المستهدف خدمة المستفيد، الوزارة والقطاع الثالث من الجمعيات على حد سواء، هو شريك حقيقة، شريك مع القطاع الخاص. استطاعت الوزارة حقيقة أن تقدم أكثر مثل ما ذكرت أكثر من 50 مليون في مشروع إمكان ون اللي هو الأول، والآن سنطلق خلال الشهر القادم إمكان 2 لاحتضان الثاني عفواً.
لاحتضان أكثر من 50 جمعية في هذا القطاع لتمكينهم واحتضانهم ورفع قدراتهم. أيضا أعتقد أنه الشراكة مع مؤسسة الإسكان التنموية الأهلية سكن جزء لا يتجزأ من عمل الوزارة. دور المؤسسة حقيقة داعم للقطاع وممكن للقطاع الثالث، وما يكان لي أن أتكلم عضو المجلس اللي هو الدكتور عبد الله الخالدي موجود، لكن حقيقة المؤسسة شريك هام للوزارة. أيضا منصة جود جزء لا يتجزأ من هذا المشروع الكبير. أعتقد يحق للوزارة وللمؤسسة الفخر في هذا المنجز والعمل، كيف لا، وأول المساهمين في هذا القطاع هو مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، هم أول المبادرين في هذه المنصات ودعمها ودعم هذا القطاع. لا نزال حقيقة نعمل جاهدين على استدامته وعلى تطويره بالشراكة مع الزملاء بوزارة الموارد البشرية، وحقيقة المواءمة مع وزارة الموارد البشرية خصوصا بالبيانات أو بدعم القطاع كبيرة جدا. يوجد لجان اجتماعات دورية سواء على سبيل على مستوى الصف الثاني أو الثالث إلى حد مستوى معالي الوزراء. جميل، بعودتك للوزارة الموارد البشرية أعود لك مهندس فيما يتعلق بنقطة الجودة وأهميتها في هذا القطاع لضمان الاستدامة، كيف تنظرون لها؟ أعتقد الجودة هي أهم عنصر في الاستدامة اليوم. أعمال إذا قدمت بشكل يعني جيد بمواصفات ومعايير يعني تضمن استدامة هذا العمل، هذا يعني مهم جدا حتى لو استثمر في الجودة. وعندنا أمثلة كثيرة شواهد اليوم أعمال تمت بشكل أو بجودة رديئة الحقيقة تلاشت وانتهت بينما كان هناك خلفها مانحين متبرعين، وأعمال استدامت ولها سنوات كثيرة. أنا يحزنني كثير لما أجي لي عقار يمكن عمره 5 سنوات لكن تجده يعني كان له 20 سنة بسبب ضعف صيانة، بسبب ضعف المتابعة، بسبب ضعف يعني جودة البناء بالأساس، وهذا كان خلف متبرعين مانحين وتسكن أسر يعني محتاجة. بينما أيضا تجد نماذج تسعد فيها أنه بعض الـ 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 يعني العقارات السكنية لها 20-25 سنة لكن تجدها باستدامة وجودة عالية، قدمت مستوى جيد. فأعتقد الجودة وحتى في سواء الخدمات الصحية أو التعليمية وغيرها، اليوم كل الناس عندها أكسس على التعليم، تقدر تدخل وتتعلم، لكن هل هذا جودة التعليم موجودة أو لا؟ عندنا على الصحة الحمد لله، لكن هل نحصل على خدمات جيدة أو لا؟ هذا هو التحدي، وأعتقد هنا مجال البحث والابتكار اللي المفروض يكون كيف نوفر جودة عالية في السكن اللي يوفر عن طريق القطاع الغير ربحي ونضمنه. واليوم كمشرعين للقطاع الغير ربحي أنه كيف يكون الجودة عنصر أساسي لا يتم التنازل عنه، حتى وإن يعني أثر في البدايات لكنه مهم جدا وضروري لوجوده ووضوحه للجميع. جميل، استاذ عبد الله، فيما يتعلق ب يعني من خلال وجودكم في المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي وايضا عضويتكم في عدد من اللجان، خلينا نتحدث عن الادوار التنمويه المستدامه التي يمكن القيام بها في هذا المجال. جميل. وفي هذا القطاع. جميل، ما دام سالت عن الادوار التنمويه تعوني يعني الصوره الذهنيه احيانا على القطاع لدى البعض تكون يعني زي ما قال الخصوصان هي جمعيات خيرية فقط، بينما هناك أدوار تنموية متعددة وكبيرة. خلونا نأخذ قصة حلم تملك مسكن. المواطن العادي إذا أخذ هذا المسكن وأفترض قيمة المسكن من وحدات اللي تملكها الوزارة 330,000 ريال، فسيمتلك المواطن من خلال الوزارة 330. لو توجه القطاع الآخر القطاع الخاص حيحمل أيضا هامش تمويلي لأجل الحصول على هذا المسكن. هذا الحلم في إحدى المنظمات أو إحدى الجمعيات المختصة برعاية الأيتام بالشراكة مع مؤسسة سكن الأهلية اللي هو منصة جود اللي تتحمل ثلث قيمة الوحدة السكنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والسكان مشكورة أيضا تتحمل أو تنازل عن ثلث القيمة، استطاعت هذه الجمعية أن تحقق حلم أسرة الأيتام بتملك وحدة سكنية جديدة ومؤثثة ب3,000 ريال فقط.
و3000 ريال فيها أقساط أيضا وليس الدفعة كاملة. هذا المزيج من خلال نموذج العمل والشراكة الثلاثية، الثلث يتحملها الجمعية، هذه الجمعية مع المستفيد قرابة 110,000 ريال. الجمعية من خلال شركائها في المسؤولية الاجتماعية من القطاع الخاص يتحملون 55,000 ريال، ويساهمون أيضا بتأثيث الوحدة السكنية بقيمة 52,000 ريال. المستفيد يدفع 55,000 بالأقساط بدل ما كان مستأجر وحدة سكنية بحوالي 24,000، هذا تقييم الوحدات السكنية خلال العام الماضي في المنطقة الشرقية مثلا. الأسرة استطاعت بال55 اللي دفعتها بالأقساط تم تأثيث الوحدة السكنية ب52,000 ريال، وبالتالي كأنها فعلا ملكت الوحدة السكنية جديدة ومؤثثة وملائمة ب3,000 ريال. بعد نقلها لهذا الإسكان من خلال هذه الجمعية والعمل التطوعي وتاحت الفرص المتطوعين، تشارك مصممات ديكور من جامعة، من إحدى الجامعات مختصة في التصاميم الداخلية، مع كل أسرة مستفيدة في تصميم الحيز الداخلي بشكل تطوعي. فهذا المشروع التنموي أيضا خلق فرص تطوعية، هذا المشروع التنموي خلق فرص تطوعية أيضا في الحيزات أو الفراغات الخارجية للوحدات السكنية من خلال كلية التصاميم. أبدعوا الطلاب والطالبات في ابتكار تصاميم لوضع ممرات مشاة ومضمار المشي وبعض الجوانب اللي ممكن تكون يعني تحسين جودة حياة لهم في هالمكان. إضافة لذلك شركات المياه ساهمت في توفير مياه الشرب، في توفير اللي هم محطات تحلية داخلية كل منزل. اليوم أيضا وقعت مع إحدى الشركات لتوفير الزراعة المائية لكل وحدة سكنية، بحيث الأسرة يكون عندها منتج داخلي تستطيع من خلاله اللي في الشقق اللي في الأدوار من الأول فأعلى يكفيها للاكتفاء ذاتي، لكن اللي في الدور الأرضي وعندها حوش تستطيع إنتاج 11 محصول في السنة. يعني أحد المنتجات الخس الأمريكي تقريبا 144 حبة في الشهر الواحد في 11 محصول، وبالتالي تستطيع أن تغذي يعني خلنا نقول اكتفاء ذاتي وتصدير للجيران وأيضا لمن أرادت أن تبيع له. هذه الأدوار التنموية المستدامة غير الجانب التعليمي، جانب الصحة، الترفيه، اليوم أيضا هذه الجمعية تنظم فعاليات ترفيهية للمستفيدين في هذا الحيز السكني، وأقرب فعالية ستكون يوم التأسيس القادم. هذه الأدوار التنموية ليست من اختصاص أو من مهام أو من اهتمامات القطاع الخاص، والقطاع الحكومي بدوره التشريعي والرقابي لا يدخل في المجال التنفيذي في هالمجال. فاستطاعت هذه المنظمة أن ترفع نسبة تملك المستفيدين المساكن من 30% في 21 إلى أكثر من 60% في عام 22. 1000 أسرة مستفيدة في هذه الجمعية استطاعت خلال عام 22 أن تمكن 300 أسرة من تحقيق حلم تملك المسكن. باختصار كأن يتخيل هذه الأرملة وأبنائها الليلة يحلمون بتملك وحدة سكنية. كل يوم عمل استطاعت هذه الجمعية أن توفر أو تشتري وحدة سكنية وتؤثثها وتملكها الأسرة أيتام. بدون وجود القطاع غير ربحي بنموذج عمل مختلف وبالابتكار لن نصل إلى هالنماذج. وإن كانت يعني القطاع الخاص وأحد مستهدفات الرؤية هو ما يتعلق بتمكين المسؤولية الاجتماعية، أيضا حشد وتحفيز المتطوعين للمشاركة في مثل هالأعمال، هذا المكون لا يملكه إلا القطاع غير ربحي. دكتور محمد، فيما يتعلق أيضا كمؤسسات قطاع غير ربحي لابد أن هناك معوقات وأيضا تحديات تواجه هذا القطاع بشكل كبير، وخلنا نستغل الفرصة بوجود يعني ضيوفنا الكرام اللي لهم أيضا دور أو علاقة فيما يتعلق بوضع التشريعات أو أيضا دعم هذا القطاع. دكتور محمد، أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه هذا القطاع؟ والله يمكن أبرزها هي صعوبة قاعدة المعلومات مين موجودة بالنسبة لكي نتحقق من المستفيد هل هو فعلا من ذوي الاحتياجات وشد حاجة، أو ممكن أنه يعطينا بعض المعلومات اللي قد تجعل المؤسسة تتحير في اختيار المناسب. فهذه من يعني من الأشياء اللي تعيق بعض المرات العمل أو تؤخر عندنا للبحث عن المعلومة الحقيقية. الجانب الثاني اللي هو ثقافة
المستفيد قد تكون ثقافته مجرد أنه محددة في شيء معين، ما هي يسعى إلى التنمية وتطوير ذاته وتطوير ذاته، حيث أننا نقدم برامج لكن نجد أن ما فيه نوعية من الإقبال في بعض الجوانب. كذلك البعد بعض المواقع عن المناطق الحضرية عندنا، يعني مثلا بعيدة عن الخدمات، بعيدة عن المواصلات، وهذه تجعل المستفيد لا يتنقل أو يستفيد من الخدمات الموجودة في بعض الأحياء. إضافة إلى أنه البرامج نواجه صعوبة في أن الجهات حينما نرغب تقديم برنامج معين يكون هناك صعوبات في إرسال أحد يقدم لنا هذه البرامج، لأن المنطقة قد تكون في بعض الأحيان نائية وصعب الوصول لها، فيكون عندنا هذه من بعض التحديات. لكن يعني المؤسسة بذلت جهود كثيرة وتجارب ناجحة إن شاء الله في مجال نتحدث عنها إن شاء الله. جميل. الموضوع جدا كبير ويحتاج إلى مزيد من الوقت مثل ما أشرت أستاذ يوسف، لكنه لم يتبقى معي إلا ما يقارب 4 دقائق فقط. سأعطي كل واحد منكم دقيقة إذا كان هناك كلمة أخيرة فيما يتعلق بهذا القطاع. أبدأ معك مهندس سلطان. شكرا لكم. يمكن توصية بس اللي يعني أحرص أني أذكرها هنا، أنه نحتاج يعني تشريعات تحفظ حقوق القطاع غير ربحي وتحفظ حقوق المستفيد من المساكن القطاع غير ربحي، زي ما طلع عندنا في نظام اتحاد الملاك اليوم، حفظ الحقوق الجميع وعزز الاستدامة وعزز. نحتاج أيضا أنظمة أو نظام يحفظ الاستدامة السكن الخاص بالقطاع غير ربحي وحقوق الجميع وينظمه. أعتقد هذه توصية مهمة جدا أننا لعلنا نخرج فيها وتكونها واضحة وتدعم الجميع ويكون فيها محفزات القطاع غير ربحي اليوم لاستدامته في إنشاء مثل هذه المشاريع اللي تخدم البلد بشكل كامل. جميل. مهندس أستاذ يوسف. ختاما أود أن أشير إلى أمرين. الأمر الأول أنه أدعو الجميع للعمل مع القطاع غير الربحي. هذا القطاع ليس بالسهل حقيقة، كيف لا والوزارة شاركت هذا القطاع بأكثر من 17 مليار ريال، ما بين شراكة بحلول سكنية أو بإسناد خدمات أو بأعمال أخرى أيضا في التطوير العقاري. أود أن أختم بقصة حصلت معنا بالوزارة. اليون هابيتات حضرت الوزارة لدراسة وضع الإسكان التنموي بالتعامل مع المستفيدين والحلول السكنية لعكس التجارب العالمية لدينا في المملكة. في النهاية أوصت اليون هابيتات بنقل تجربة المملكة العربية السعودية لخارج الأوروبا، وأخذت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جائزة على هذا العمل، وهذا حقيقة نفاخر فيه. حقيقة الآن الأعمال يعني سواء أعمال الوزارات، سواء وزارة الموارد البشرية أو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو جميع الوزارات مع القطاع الثالث، هو عمل مؤسسي أيضا، عمل رشيق جدا يحتاج كفاءات للعمل معه سواء بالوزارة أو بالقطاع الثالث، وحقيقة فرصة للاستثمار. وشكرا. جميل، يعطيك العافية. ونعلم أن الوزارة لديها أيضا مشروعات كبيرة كان لها دور أيضا في إنشاء عدد من المؤسسات في القطاع الربحي ودعم أيضا بعض المؤسسات التي كانت تعاني في جوانب معينة، لكن الوقت ما أسعفنا في تناولها. أستاذ عبد الله في أقل من دقيقة بعد إذنك. طيب، أنا عندي نقطتين. الأولى إشادة الحقيقة بدور وزارة الشؤون البلدية والقرى والإسكان في العلاقة والشراكة والتشاركية الفعلية مع القطاع غير الربحي، وهذه الحقيقة يعني شهادة حق بحكم الاطلاع على كثير من التفاصيل وأيضا عضويتي في مجلس أمناء مؤسسة سكن، فأعرف الدور اللي تقوم فيه الوزارة. لذلك الوزارة يعني والقطاع غير الربحي يحقق الأهداف التنموية من خلال هالشراكة. الدعوة الأخرى، هو أحد مزايا القطاع غير الربحي هو أنه يستوعب الكل وهو من المجتمع وإلى المجتمع، بالتالي هي دعوة لكل الحضور والمشاهدين أيضا المشاركة في هذا العمل. جميل. من خلال عمل التطوعي بالخبرة بالمهارة بالمعرفة بالمشورة، كل شيء تقدمه
هو جزء من العمل التطوعي اللي تؤجر عليه من الله عز وجل، وأيضا تنفع فيه الآخرين، ونسأل الله يتقبل من الجميع. اللهم أمين. دكتور محمد. الحقيقة أنا أود أشير إلى نقطة يعني نحتاجها بشكل، وهي الأنظمة لمن لا يطبق شروط المؤسسة. يعني الجوانب القضائية تطول، ونحن نسعى دائما للتنمية المستدامة، فإذا كان المخالف يقوم بالتأجير أو بالهجر أو بعدم الاستفادة الفعلية، فدائما نواجه صعوبة في هالجانب. نحتاج يعني تكاتف أو آلية معينة لمثل هذه في المجمعات، وليس عن طريق الجهات الرسمية التي تأخذ وقت كثير، وخاصة إذا كان المستفيد يماطل في هالجانب. وشكرا جزيلا لكم جميعا. جميل، أنا أشكركم جميعا ضيوفي في هذه الجلسة الحوارية، المهندس سلطان الجريس وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي، شكرا جزيلا لك. أيضا الأستاذ يوسف سحيباني وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي، شكرا جزيلا لك. الأستاذ عبد الله الخالدي عضو مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وكذلك الدكتور محمد العتيق المشرف العام على المجمعات السكنية في مؤسسة الملك عبد الله لوالدي للإسكان التنموي، شكرا جميعا، وأيضا الشكر موصول لكم أيضا للحضور الكرام. الزميل أحمد العلكمي، شكرا جزيلا لك على إدارة هذه الجلسة. أدعو الدكتور عليان الحربي مستشار معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتكريم السادة المتحدثين. البداية مع المهندس سلطان الجريس. الأستاذ عبد الله بن راشد الخالدي. السحباني ومدير الجلسة الأستاذ أحمد العلكمي. Thank you.